صوري كتير، بس بحب احط لها عنوان. بس النهارده لازم هتكلم يعني، او هقول بريف صغير كده عن الصوره. الصوره دي اسمها تراي تو جو. دايما في صوري الناس كتير قالت لي بنحس ان انت عايزه حد يخرج من الواقع بتاعه. فعلا انا اكتشفت ان انا من كل الصور ببقى عايزه اقول الحته دي. هي الصوره دي كانت حاسه ان انا عايزه اطلع بره الواقع واروح حته تانيه. الصوره دي عايزه اعبر فيها ان يعني اقول فيها ان البنت هي دي ماي اون يونيفرس، المفروض اسمها كده. عموما احنا ممكن نشوف البنت من بره، نشوف منها كل حاجه الا الحته دي، هي مستخبيه. بس لو عملنا اكس راي ممكن نشوف اللي جوه الحته دي. فهي دايما في الطبيعي ان هي مستخبيه، ولو عملنا اكس راي حسيت ان الهاد دي الشماعه، هي البنت، بس الدماغ باينه، فنقدر نشوف حاجه من اللي جوه الدماغ دي شويه، نشوف جواها. فالاكس راي باين لنا دول بس، هما حاجتين خاصين بالفيميلز، لكن ممكن يبقى في حاجات ثانيه وفي حاجات لسه فاضيه. فانت بقى شايف ان دي تبقى المفروض يبقوا دول موت بس الموجودين، او يبقى في حاجات ازيد، انت بقى وتخيلك. انا بالنسبه لي لما باجي اصور اكتر حاجه بحبها في التصوير في الفيميلز الشعر والهانس. كان بالنسبه لي الشعر هو البطل في الصوره، وما حبيتش اظهر ابدا اي تفاصيل غير الشعر، والبادي ما كانش هيظهر قوي في الصوره غير نصه، بس لما كمل معايا اداني اللي انا عايزاه. اللون الاسود بالنسبه لي قوه جدا، يعني هو دايما قائد. فكره الصوره جت من الشابو. دايما انا لما ببدا تصوير بيبقى حاجتين بفكر فيهم، يا لبس هو اللي بيخليني ابدا، يا حاجه معينه هي اللي بدات لي الصوره، يا انا جوايا فكره عايزه اطلعها او بكتب برسمها على ورق وببتدي انفذها. الشابو هو بطل الصورة واللون الأسود. والغراب ده؟ الغراب ده فوتوشوب. أنا بالنسبة لي بستخدم فوتوشوب الصور، أنا مش شاطرة خالص في فوتوشوب، بس لما بيكون حاجة أنا عايزة أعملها بتعلمها وبعملها، يعني ساعات ما بتظبطش قوي بس بحاول. ده الغراب اللي كان الحمامة بتاعت الصورة دي بدأت معايا من الفستان. الفستان كده بالنسبة لي كان غابة، يعني عايزة أعيش فيها. ففضل الفستان معايا في البيت كتير، وحسيت إن أنا مستنية بقى الوقت المناسب إن أنا أعرف أطلع منه صورة كويسة، إن أنا أخش جوه الفستان والعالم ده أخش جواه. فالفستان مليان ورد، وحسيت إن هو أكتر حاجة الورد بيعيش في الماية، فهو مناسب للماية. وكنت عاملة بروجكت تصوير تحت الماية مع أصحابي، فحسيت إن هو ده الوقت المناسب إن أنا أطلع فيه الصورة دي. لا الصورة دي بدايتها معايا كانت الشمعدان. هو ملك مصدر دايما ضوء، والقوة بتيجي والنور بيجي منه. دايما في حياتنا في حاجات كتير عندنا المادة الخام بتاعتها، بس محتاجة مجهود عشان ننورها. فهو الشمعدان ما كانش منور، وهي الإضاءة جاية من فوق، هي كانت بتحاول تنوره. زي حياتنا كده في حاجات كتير عايزة تنور، ولسه في كمان على الأرض كتير مش محتاجه مجهود. المخده بقى هي الصوره اسمها لونجنج، وفكره المخده ان هي دايما تحس بينا اكتر حد، وعارفه كل اسرارنا، ودايما الحنين كده، اي حنين جوانا بنتكلم فيه مع المخده بس. وفكره البحر، الحنين هو البحر يعني بالنسبه لي، فحاولت اربط بين الاثنين. دي فوتوشوب من التركيب؟ لا خالص، انا متصوره على البحر. متصوره على البحر. نفس الفكره نفس البروجكت بالظبط، بس دي حاولت اظهر البحر بس ما ظهرتش. نفس المكان البطل هنا كان الدرس برضو، وفي تشابه كتير. هو بغض النظر ان هو انتيك والوانه عجباني، هو في تشابه. وزي ما جوانا كده مليان تشابه، دايما عندنا التشابه ده، بس دايما تبقى نفسك في لحظه تتنفس فيها، وهي اسمها مومنت فور بريثنج، وتطلع من التشابك ده. والتشابك ده بيمتد لفوق مع شعرها. كنت مستنيه باك جراوند تنفع معايا مع الدرس، واول ما لقيته صورت. انا دايما لما بنزل اصور بيبقى معايا اللبس، ده اهم حاجه،